رمضان 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 يا حبيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناتكم كيف العادة أهندش تي في. اليوم سأقدم لكم فيديو على كيفية عمل صورة مصغرة لجلب المشاهدين إلى فيديوهاتك إن شاء الله. قبل ذلك، إذا كنت أول مرة كتشوف القناة ديالي أو لا كتشوف هذا الفيديو، نتمنى تشترك عندي، دير تفعيل الجرس ودير الإعجاب للفيديو باش توصل بالجديد إن شاء الله. كنتمنى منكم جميعا التفاعل يا إخوان، تفاعلوا معنا الله يجزيكم بخير باش نقدموا المزيد. راه إلا ما كانش التفاعل راه صافي، غادي ما كاين لاش نزيدوا باقي نشروا فيديوهات. وشكرا. دابا غادي نمشيو ونعلمكم الطريقة إن شاء الله. نبدأ نعلمكم الطريقة باش ديروا الصورة مصغرة. أول حاجة غادي ديرها، غادي يخصك التطبيق، واحد التطبيق من بلاي ستور هو بيكسار. غادي ندخلو نتيليشارجيو هاد التطبيق، هو الأول خلال هنايا نديرو بيكسار. هو الفوق، غادي تيليشارجيو هاد التطبيق هذا. نتسناو باش تيليشارجا لينا التطبيق اللي غادي نخدمو عليه باش نقادو الصورة المصغرة. واحد القضية غادي نقولها لكم، راه الصورة المصغرة راه مهمة، راه الصورة المصغرة هي اللي كتجيب ليك المشاهدين القناة ديالك. الصورة المصغرة تكون غير صورة مصغرة نقية، كتعجبك انت، تكون شي حاجة واعرة باش اي انسان كيشوف ديك الصورة واعرة راه غادي يدخل عندك، غادي يدخل غادي يتفرج لك في الفيديو ديالك. نتسناو دابا باش يتيليشارج علينا. الان تم تحميل التطبيق، هاد التطبيق ديالنا في تيليشارجا. غادي ندخلو ليه فتح، غادي نجيو هنايا جميع الصور الفوق، نضغط عليها، كنختارو الخلفية ديالنا، الخلفية اللي بغيتي تكون في الصورة المصغرة ديالك، غتختار اللون اللي بغيتي، نديرو الأبيض، ملي كدير الخلفية كتجل هنايا، كدير أدوات، كتورك على أدوات هنايا، كدير قص، كتختار هاد الإختيار هو قص، كتجل هاد الأرقام اللي الفوق غادي تغيرهم، غدير الحجم ديال الصورة المصغرة، غادي نمسحو هادو. غادي نديرو في العرض 1280، في الارتفاع، غادي نديرو 720، غادي نديرو موافق، نديرو موافق هنايا. ها هو الحجم ديال الصورة المصغرة دابا قديناه. شنو دابا إلا بغيتي دير الصورة ديالك
بغيتي دير الصورة ديالك، الصورة المصغرة، غادي تمشي لهنايا إضافة صورة، ها هي إضافة صورة، كتدخل إضافة صورة من هنا، كيديك مباشرة الصور ديالك. غادي نختار الصورة ديالي أنا، هادي نيت، غنختار هادي نيت وندير إضافة. كتجيب هاد الصورة كتكبرها هكايا، غادي نحيدو لي هاديك الخلفية اللي موراها. كتجي حتى لهنا، كدوز قص حر، كتجي لهاد قص حر كتضغط عليه، غادي نلونو بعد ديك البلاصة اللي بغينا الصورة ديالنا، غادي نلونه بالأحمر، غادي نحدده البلاصة اللي بغينا، غادي نلونوها كامل بهذا اللون هذا الأحمر. انا كنوريكم دابا غير الطريقه في الصوره ديالي، كنعلمكم انتوما ديروا داكشي اللي بغيتو. غادي اختاروا الاختيارات ديالكم، غتختاروا الصوره تكون واعره، غادي نمحيو دوك الجناب اللي خرجوا، داك اللون اللي خرج لينا في الجناب غادي نمحيه، نكبروا شويه الصوره باش نقدروا نمحيوه. نكبه، غادي نمحي هاد الجناب هادو اللي خارجين بهاد الطريقة هادي. غادي نحيد كاع هادشي، الصورة المصغرة راه عندها واحد الدور كبير، كتجبد ليك المشاهدين، تكون غير صورة مصغرة نقية، تكون كدل على داك المحتوى ديالك، ماشي دير فيديو فيه شي حاجة والصورة المصغرة في حاجة أخرى. قاع دوك الجناب اللي خارجين غادي نحيوهم بهذه الطريقة، نقدو نحاولو كاع داكشي اللي ما مقدش نقدو. دخلت عاود تاني مزيان، غادي نكبرها مزيان باش نتحكم فيه. نلونات شوية اللي مهم، ما عليناش، غادي نمشيو غادي نديرو موافق هنايا، نديرو حفظ. ها هي الصورة ديالنا دابا تجدات،
حيدنا ليها دابا ديك الخلفية. دابا غادي نختاروا النص، غادي نختار شي نص. مثلا انا مثلا كنصوب بصورة مصغرة، غادي ندير كيفية عمل، غادي ندير اوكي، ندير لون، شي لون، اختار اللون، اختار الحجم ديال الخط الخارجي، ندير الخط، نختار الخط، هنا غادي تختار فيه الخط اللي بغيتي، هذا عجبني، هذا ندير هذا، غتجيبو لهنايا، ها هو كيفية عمل، غادي نمشي ونختارو، نكملو كيفية عمل صورة، صورة مصغرة، مصغرة، ندير اوكي، غادي نختارو اللون ديالو حتى هو، غادي نديرو الخضر، نديرو بالخضر، ها هو، نكبرو شوية، حتى هو الاختيارات غتختار الخط، راه دابا تفيكسر ولا بحال بحال، تختار السطر، واش بغيتي دير داك السطر الكحل الخارجي، بغيتي دي كاين الشفافية، المزيج، العديد من الاختيارات، انت غادي تفنن في داك الشيء، تختار الاختيارات ديالك اللي عجبك، والظل هنايا الا بغيتي يبان الظل ديال الكتبة، كدي كتجي كتختار كتكمل العنوان ديالك، على دير على فيديوهاتك، انا دابا غير كنوريكم كيفاش كل واحد داك الشيء اللي غادي يدير، نختار اللون الصفر، ندير اللون اصفر، ها هو، نقدهم بلايصهم مزيان، نقد هذا السطر هكايا باش يبان، بغيتي تختار ملصق، شي ملصق، غادي تدخل لهنايا، كاين العديد ديال الملصقات، تختارهم من هنايا، وكاين هنا في البحث غتكتب اي حاجه بغيتيها، مثلا كره، بغيتي كره، هي طلعت لك اي انواع، اي حاجه كتبتيها تما غادي تخرج لك، مثلا بغينا نديرو هذا، كتجيبو لهنايا، كتحطو في الصوره المصغره بحال هكا، دابا غير كنعلمكم، انتوما راه غادي ديروا الاختيارات ديالكم على الطريقة، مثلا نتمنى يكون الشرح واضح ليكم، وملي كتقد هاد الشي كامل كتجي لهنايا الفوق، كدير موافق، كدير موافق لهنايا، كتحيد هذا الإعلان، هذا كدير معرض صور، حفظ في معرض صور، كدير تم، ها هي الصورة ديالك دابا راه دخلت تسجلت عندك، دابا غادي نوريكم كيفاش غادي ملي كتقد ديك الصورة المصغرة، غادي نوريك كيفاش غادي تحطها في الفيديو ديالك، غادي ضروري يكون عندك التطبيق استوديو اليوتيوب، كتخليه للقناة ديالك، كتجي الفيديو ديالك من هنا، ها الفيديو مثلا اللي نشرتي في القناة ديالك، كتورك على الفيديو، كتورك على هاد الاختيار هذا اللي فيه ستيلو الفوق، كتورك عليه تعديل، كتورك عليه عاود تاني، ها هو فوق الفيديو،
تنوركو عليه، كيقول لك صورة مصغرة مخصصة، كتورك على صورة مصغرة مخصصة، كتجي لديك الصورة اللي درناها هي طلعت، كنختاروها نديرو فتح، ها هي الصورة، كنضغط عليها كنديرو اختيار، كنضغط على اختيار، ها هي الصورة المصغرة دابا فوق الفيديو، غادي نديرو الحفظ، ها هي الصورة المصغرة دابا كتبان في الفيديو ديالنا شتيها، غادي نمشيو للقناة باش نوريكم دابا واش طلعت الفيديو، غادي ندخلو للقناة من هنا، ها هي الفيديو، ها هو الفيديو ديالنا دابا طلعت فيه الصورة المصغرة، نتمنى كاع نكون خفيف على قلوبكم ويكون الشرح ديالي فهمتوه، وكنشكر الجميع، كنتمنى كاع اللي كيستافد في القناة ديالي يشترك عندي باش يتوصل بالجديد ديالي ان شاء الله، رجعونا ان شاء الله باش نقدموا لكم الجديد ان شاء الله، راه الا ما كاينش التفاعل راه ما كاين والو، نتمنى كاع اخوان يدعمونا ان شاء الله، ونتلقى في فيديو جديد، ورمضان مبارك كريم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في